إحصاء. إن شاء الله اليوم ستكون أولى محاضرات في الفصل الرابع، وهو بعنوان الارتباط والانحدار الخطي البسيط. بداية سنبدأ بموضوع الارتباط، ثم إن شاء الله في المحاضرات التالية سوف نتحدث عن الانحدار. بداية، ماذا نعني بالارتباط؟ الارتباط ببساطة هو عبارة عن موضوع يدرس العلاقة ما بين المتغيرات. يعني إذا بدنا ندرس علاقة ما بين متغيرين أو حتى أكثر من متغيرين، هذا بنسميه بالارتباط. مثلا عندما ندرس العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك، تمام، إحنا دائما بنقول أنه كل ما بيزيد الدخل يفترض أنه بيزيد الاستهلاك، فهنا توجد يعني بنقول علاقة أو ارتباط ما بين الدخل والاستهلاك، كل ما زاد الدخل حيزيد عند الاستهلاك. أيضا مثلا العلاقة ما بين العرض والسعر، كل ما زاد عندي المعروض من المنتجات في السوق، كل ما حيكون في عندي انخفاض في هذا السعر، فتوجد هنا عندي علاقة أيضا ما بين كمية السلع المعروضة وما بين السعر. فبالتالي الارتباط هو عبارة عن قياس وجود أو عدم وجود يعني علاقة ما بين المتغيرات، وأيضا يحدد نوع هذه العلاقة اللي حندرسها لاحقا، هل هي علاقة طردية أو علاقة عكسية، وكم كمان قوة هذه العلاقة. طيب، الارتباط هل هو عبارة عن علاقة فقط ما بين متغير ومتغير آخر؟ يعني هو بدرس بس العلاقة ما بين متغير X ومتغير Y؟ لا، ممكن تكون يعني كمان بدرس علاقة متغير على متغيرين، زي لما بنقول العلاقة ما بين ضغط الدم والعمر والوزن، تمام، لكن هذه تسمى بعلاقة ارتباط خطي متعدد. احنا حندرس فقط الارتباط الخطي البسيط. ايش يعني ارتباط خطي بسيط؟ يعني بدي ادرس العلاقة ما بين متغير فقط، كيف بأثر متغير X على متغير آخر Y، تمام. نبدأ في الارتباط الخطي البسيط. ماذا نقصد بالارتباط الخطي البسيط؟ هو عبارة عن دراسة العلاقة الخطية بين متغيرين فقط، مثل متغير X و Y. مثال عليها مثل درجة الطالب وعدد ساعات الدراسة. يفترض احنا بنقول كل ما الطالب درس ساعات اكثر، منطقيا انه تكون درجته مرتفعة. فبالتالي احنا بنقول انه الارتباط حيقيس العلاقة ما بين هذين المتغيرين. طيب، كيف يمكن تمثيل الارتباط الخطي البسيط؟ في عندي لوحة الانتشار، او احيانا بنسميها بشكل الانتشار. هو عبارة عن شكل يوضح طبيعة العلاقة بين متغيرين مثل X و Y، والتي قد تكون هذه العلاقة قوية او متوسطة او ضعيفة، تمام. لوحة الانتشار هي عبارة عن التمثيل البياني للعلاقة ما بين المتغيرين مثل متغير X ومتغير Y. ممكن تكون الارتباط أو العلاقة ما بين المتغيرات قوية، ممكن تكون متوسطة، ممكن تكون كمان العلاقة ما بين المتغيرات ضعيفة، إلا أنه توجد هناك علاقة. طيب، فصل شوية عن لوحة الانتشار أو شكل الانتشار. في لوحة الانتشار، بعد ما نرسم العلاقة ما بين المتغيرين X و Y، ممكن تكون عندي العلاقة قوية جدا. طيب، متى أحكي أنه العلاقة قوية جدا؟ لو أجينا نرسم كل نقاط X ومقابلها نقاط Y، ولقينا أنه النقاط تمثل، يعني لو وصلنا ما بين هذه النقاط حنلاقيها كلها واقعة على خط مستقيم واحد، في هذه الحالة أنا بقول أنه العلاقة قوية جدا. برضو هان زي ما احنا ملاحظين أنه النقاط لما أجيت أرسمها كلها تمثلت على نفس الخط، يعني لو أنا وصلت ما بين هذول النقاط على خط واحد فهتطلع على نفس الخط، فيقال أيضا أن العلاقة قوية. طيب، هل يوجد اختلاف ما بين الشكلين؟ طبعا احنا هنشرحه لاحقا في هذا الفصل. هان عندي، خلينا نفترض أنه هنا رقم واحد وهان مقابله واحد، تمام، يعني حيكون في عندي زي جدول X Y، قيمة X عند واحد مقابلها Y واحد، قيمة X 2 مقابلها 2، وهكذا. فبالتالي كل ما بزيد X بتزيد معها Y،
كل ما بيزيد عندي نقاط اكس تزيد واي، فهنا العلاقة بنقول عنها علاقة طردية تامة. ليش تامة؟ لأنها قوية جدا. طيب هنا العكس جاي، المنحنى ناحية اليسار، كل ما بزيد عندي قيم X بتنقص عندي Y، فهنا العلاقة أيضا قوية جدا ولكنها تسمى بالارتباط العكسي التام. إن شاء الله يعني هأشرحها في الشرائح التالية. تمام. فمرة ثانية، لوحة الانتشار هي عبارة عن لوحة تمثل العلاقة ما بين متغيرين. قد تكون العلاقة قوية جدا. متى يقال أن العلاقة قوية جدا؟ إذا وقع جميع النقاط التي تمثل متغير X و Y على خط أو منحنى واحد. طيب نشوف كمان شكل. تكون أيضا العلاقة ضعيفة، أو يقال أن العلاقة ضعيفة ما بين المتغيرين كلما تناثرت وتباعدت نقاط شكل النقاط، نقاط الشكل حول خط مستقيم يمر بتلك النقاط. إذا ملاحظين عندي هنا بدأت النقاط تبتعد، يعني أنا لو بدي أوصل من هنا من نقطة 0 0 خط، في بعض النقاط يعني ستقع عليه، وفي عندي عدد كبير من النقاط بعيدة عن بعضها البعض. في هذه الحالة إذا تناثرت النقاط عن بعضها البعض ولم تتمثل في شكل خط مستقيم كما في لوحة الانتشار السابقة، فيقال أن العلاقة ضعيفة. طيب لو كان مثلا عندي شكل، لكن النقاط يعني خلينا نقول 80% منها واقع على نفس الخط وفي كم من نقطة بعيدة عنها، يقال أن العلاقة في هذه الحالة ممكن تكون متوسطة. طيب نشوف كمان شكل، هذا كمان شكل الانتشار. زي ما انتم ملاحظين لو انا بدي اوصل هان خط فكتير النقاط متباعدة عن بعضها البعض، فيقول في هذه الحالة انها لا توجد علاقة، كتير متباعد عن بعضها البعض، فيقال انها ليست هناك علاقة بين المتغيرين. زي لما بنحكي ايش العلاقة ما بين الطول والذكاء، يا ترى كل ما كان الشخص طويل له علاقة بالذكاء؟ اكيد لا، فبالتالي لا توجد علاقة ما بين المتغيرين. مرة ثانية، الارتباط يقيس وجود علاقة او عدم وجود علاقة ما بين المتغيرات. احنا في الفصل هذا حندرس العلاقة الخطية البسيطة، يعني متغير مع متغير اخر. ما هي أو ما هو الرسم البياني الذي يوضح هذه العلاقة؟ بنسميه لوحة الانتشار. في لوحة الانتشار إذا وقعت جميع النقاط على يعني نفس الخط فتسمى بالعلاقة قوية جدا، أو يعني نوع العلاقة تكون قوية جدا. أما إذا كانت متباعدة ومتناثرة قليلا عن بعضها البعض فتكون يعني العلاقة متوسطة. أما إذا بعدت أكثر وأكثر عن بعضها البعض تسمى بالضعيفة، وإذا كانت متناثرة بشكل كبير مثل هذه الرسمة فيقال أن لا توجد علاقة ما بين المتغيرين. حالات الارتباط، في عندي ثلاث حالات، كل زيادة في قيم X يتبعها زيادة في قيم Y. في عندي ثلاث حالات، قيم X حتبدأ تزيد، يعني خلينا نقول X 1 2 3 4 عمالها بتزيد، يقابلها أو يتبعها زيادة في قيم Y. إذا زادت قيم X وفي المقابل بزيد معها قيم Y، هذا بسميه بالارتباط الطردي. العلاقة بنقول طردية، كل ما بزيد قيم X بلاقي كمان أنا قيم Y بزيد. على سبيل المثال لو قلنا مثلا المتغير X يمثل الدخل والمتغير Y يمثل الاستهلاك. لو أنا دخلي مثلا خلينا نقول 1000 شيكل، الاستهلاك عندي على سبيل المثال بقيمة 100. طيب لو زاد الدخل ل 2000 شيكل عندي الاستهلاك بصير 200. ولو زاد الدخل إلى 3000 شيكل على سبيل المثال بصير في عندي استهلاك لمنتج معين أو لسلعة معينة ل 300 قطعة. فزي ما احنا ملاحظين
عند 1100، عند 2200، عند 3000 كان عندي 300، فبالتالي كل عمال بتزيد اكس 1000 2003 كمان واي زادت معاها، فيقال ان هذه العلاقة او الارتباط طردي. متى يقال ان هناك ارتباط طردي؟ اذا كانت هناك زيادة في قيم اكس يقابلها زيادة ايضا في قيم واي. طيب اذا زادت قيم اكس لكن في المقابل قيم واي بتنقص، العلاقة هان بنقول عكسية. الحالة الثالثة، زيادة أو نقصان في قيم X لا يتبعها أي تغيير في قيم Y، يعني X بواحد بنلاقي مثلا Y بخمسة، X باثنين برضو Y خمسة، X بثلاثة Y خمسة، X بمية برضو Y خمسة، فبالتالي ولو نقصت كمان X بنلاقي Y كما هي، فبالتالي زيادة أو نقصان X Y بتضلها زي ما هي، هان يقال أنه لا توجد علاقة أو ارتباط ما بين المتغير X والمتغير Y. إذن توجد هناك ثلاث حالات للارتباط، إما أن تكون ارتباط طردي. متى يقال أن ارتباط طردي؟ إذا كان قيم X بتزيد في المقابل قيم Y أيضا تزيد. ارتباط عكسي بمعنى زيادة في قيم X يقابلها نقصان في قيم Y، أو العكس، نقصان في قيم X يقابلها زيادة في قيم Y. ولكن إذا X بتزيد أو حتى بتنقص و Y كما هي، يقال في هذه الحالة أنه لا توجد علاقة بين المتغيرين. تمام، معامل الارتباط الخطي البسيط. عند دراسة الارتباط لابد من تعيين وتحديد اتجاه وأيضا قوة العلاقة بين المتغيرين. احنا عملنا قبل شوية بنقول عندي متغيرين X و Y، شفنا انه في علاقة، توجد علاقة، لكن انا بدي اعرف نوع العلاقة او اتجاه العلاقة بنسميها، وايضا قوة هذه العلاقة. يعني احنا لما بنقول انه ما هي نوع العلاقة، نوع العلاقة يا اما حقول طردية أو عكسية أو لا توجد علاقة. طيب لما أقول إنه في توجد علاقة طردية، طيب هل هي طردية قوية جدا أو متوسطة أو ضعيفة؟ أوكي، هو في علاقة طردية، قيم X بتزيد وبتزيد معها قيم Y، ولكن هل بتزيد بنفس المقدار مثلا، ولا بتزيد بس بكمية بسيطة؟ تمام، فبالتالي بدنا معامل ارتباط يقيس اتجاه أو نوع العلاقة وأيضا قوتها. طيب من الذي سيقيسه؟ حاجة بنسميها معامل الارتباط الخطي البسيط. إذا لو بدنا نقول ما هو أو ماذا يقصد بمعامل الارتباط الخطي البسيط الذي يرمز له بالرمز R، هو عبارة عن معامل يقيس نوع العلاقة أو اتجاه العلاقة بين المتغيرين وقوة أيضا العلاقة. طيب R بقول لي قيمة هذا بتكون دائما محصورة ما بين السالب واحد والموجب واحد، R أكبر من أو تساوي السالب واحد وأقل من أو تساوي الواحد، يعني عمريش حلاقي أنه قيمة R واحد ونص أو واحد بوينت واحد أو اتنين، يعني أكتر شيء تصل عند الواحد أقل شيء السالب واحد. تدل القيمة، قيمة طبعا معامل متغير الارتباط الخط البسيط، على درجة وقوة العلاقة بين المتغيرين. يعني أنا لو قلت مثلا حسبنا R اللي هو معامل الارتباط الخط البسيط وطلع عندي مثلا 9 من 10، هل 9 من 10 محصورة ما بين السالب واحد الموجب واحد؟ صحيح. طيب القيمة كقيمة 9 من 10، هذا الرقم بدل أو بيعطيني دلالة على قوة العلاقة. أما الإشارة، إشارة الرقم نفسه، يعني ممكن تكون ما هي موجبة وممكن تكون سالبة، لأنه R محصورة ما بين السالب واحد والموجب واحد، الأرقام اللي ما بينهم، يعني بعد السالب واحد في عندي سالب 99%، سالب 98% إلى الصفر، وبعد الصفر في عندي النص وستة من عشرة وسبعة من عشرة وهكذا. الإشارة نفسها، إشارة الرقم، بتعطيني إشارة أو دلالة على نوع العلاقة، طردية إذا كانت موجبة أو عكسية إذا كانت سالبة. إذا مرة ثانية، R معامل ارتباط الخط البسيط بيساعدني في معرفة قوة العلاقة بين المتغيرين وأيضا نوع العلاقة ما بين المتغيرين. طيب
القيمة تبعت R كقيمة، الرقم تبعها بعيدا عن الإشارة بيعطيني دلالة على قوة العلاقة. طبعا كل ما كانت قريبة من الموجب واحد، كل ما كانت العلاقة قوية أكتر وأكتر، وكل ما بعدت عن الموجب واحد ووصلت لعند الصفر، هيك بتبدأ تضعف العلاقة، ولحد ما تصل لعند الصفر بكون هيك ما عندي علاقة، لأنه لما بقول R أو معامل ارتباط يساوي صفر معناته لا توجد علاقة ما بين المتغيرين. طيب من بعد الصفر حيبدأ عندي السالب، كل ما حتقرب على السالب واحد حتكون في عندي أيضا علاقة قوية جدا بعيدا عن السالب كإشارة، أنا بحكي على قوة العلاقة. تمام، وكل ما حتبعد عن السالب وتقرب على الصفر هتكون عندي العلاقة ضعيفة. طيب ايش فكرة الإشارة؟ يعني مثلا السالب 9 من 10 زي الموجب 9 من 10، 9 من 10 و9 من 10 بتعطيني دلالة على انه توجد علاقة قوية، ولكن هتفرق معي اذا كانت سالب او موجب؟ او بتفرق معي اذا كانت موجبة، الإشارة تصف نوع العلاقة، اذا كانت موجبة تعني انها طردية، واذا كانت سالبة تعني انها عكسية. ننتقل إلى الشريحة التالية. إذا كانت R تساوي موجب واحد فهذا يعني وجود علاقة طردية تامة، وهذا الكلام اللي في الشريحة الثانية حكيناه. إذا كانت R بالضبط موجب واحد، أول إشي إحنا حكينا كل ما حتقرب R على الموجب واحد حتكون عند العلاقة قوية وقوية جدا، وعند الواحد بالضبط، مش مقرب على الواحد، عند الواحد بالضبط تسمى بالعلاقة أنها تامة. طيب الإشارة حكينا بتعطيني دلالة على نوع العلاقة، لأنها موجبة فهي طردية، فحقول طردية تامة، ويكون في شكل الانتشار شكله دائما بكون النقاط كلها تقع على خط مستقيم واحد، لأنه إذا ملاحظين هان زيادة 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 زيادة، إذا العلاقة طردية، ولأن كل النقاط واقعة على نفس الخط فيسمى بالطردي التام. طيب لكن إذا كانت R سالب واحد، أول إشي السالب معناته العلاقة عكسية، واحد يعني تامة، علاقة عكسية تامة، ويكون شكل الانتشار أيضا جميع النقاط تقع على نفس الخط لكن بتلاقيه متجه نحو اليسار. الأشكال سالب واحد علاقة عكسية تامة. طب الصفر اللي في النص، الصفر معناته أنه لا توجد علاقة بين المتغيرين، زي لما بنقول العلاقة ما بين الذكاء والطول، يعني لا توجد هناك علاقة أنه يكون الشخص طويل معناته أنه ذكي أو العكس. طيب ويمكن وصف العلاقة بين متغيرين X و Y على النحو التالي. طيب بالنسبة للأرقام اللي ما بين الموجب واحد والسالب واحد، يعني زي 7 من 10، زي 6 من 10، زي السالب 5 من 10، إيش وضعهم؟ بقول لي أنا عملت لك هذا التصنيفة عشان تعرف نوع العلاقة. حنحكي إنه العلاقة طردية ضعيفة عندما إذا كانت قيمة R محصورة ما بين أكبر من الصفر وأقل من الموجب نص. تمام؟ إحنا حكينا عند الصفر بالضبط لا توجد علاقة. طيب إذا كانت أكبر من الصفر، يعني مثلاً 1 من 10 لحد النص بالموجب، العلاقة طردية، متفقين لأنه الإشارة موجبة لكنها ضعيفة. طيب متى بحكي إنها متوسطة؟ إذا كانت من بعد النص، إذا كانت بتساوي النص لحد 7 من 10، إذا كانت R محصورة أكبر من أو تساوي النص إلى أقل من 75%. تمام، يقال أنها علاقة طردية لأنها شايفين الأرقام موجبة، ومتوسطة لأنها يعني محصورة ما بين 5 من 10 إلى أقل من 75%. وإذا ملاحظين هنا لا توجد إشارة يساوي، يعني معنى الكلام أنه 75% صنفت مع اللي بعدها. يقال أن العلاقة طردية قوية إذا كانت R أكبر من أو تساوي 75% إلى أقل من الموجب واحد. تمام، عند الموجب واحد العلاقة طردية تامة، عند الصفر لا توجد علاقة، أكبر من الصفر إلى أقل من نص علاقة طردية ضعيفة، من نص إلى أقل من 75% علاقة طردية متوسطة، من 75% إلى أقل من الواحد تسمى بالعلاقة الطردية القوية. طيب بالنسبة للعكسي حيكونوا نفس الأرقام ولكن بالإشارات السالبة.
يقال أن العلاقة عكسية ضعيفة إذا كانت R أكبر من سالب نص وأقل من الصفر، تمام؟ من سالب نص إلى أقل من الصفر، مش هنحكي هنا أقل من أو تساوي، لأنه إذا حطينا اليساوي معناته عندما R تساوي الصفر. طب R لما تساوي الصفر لا توجد علاقة. من سالب نص إلى أقل من الصفر علاقة عكسية ضعيفة. طيب من عندما R أكبر من أو تساوي سالب 75% إلى أقل من أو تساوي سالب نص يقال أن العلاقة متوسطة. طيب متى يقال أنها علاقة قوية؟ إذا كانت R أكبر من السالب 1 وأقل من أو تساوي سالب 75%. كل العلاقات هنا عكسية، لأنه زي ما احنا ملاحظين الإشارات سالبة، لكن إذا كانت أكبر من سالب نص وأقل من الصفر تقال أنها ضعيفة، عكسية ضعيفة. إذا كانت أكبر من 75% وأقل من السالب نص تسمى بالعلاقة عكسية متوسطة، وإذا كانت أكبر من السالب 1 وأقل من 75% يقال أن العلاقة عكسية قوية. في صفحة 162 من الكتاب الجامعي يعني أكثر من شكل للوحة انتشار، يعني حاولوا تطلعوا عليهم وتخمنوا إيش نوع العلاقة وأيضا قوة العلاقة بين المتغير. طيب ما هو معامل الارتباط، أو هل توجد أنواع لمعاملات الارتباط اللي هو رمزنا بالرمز R small؟ يعني هو نفس معامل الارتباط اللي أنا هستخدمه لأي نوع من المتغيرات؟ بقول لي لا، إذا كانت المتغيرات الموجودة عندك يعني المتغير X ومتغير Y متغير بيانات كمية اللي أخذناهم في الفصل الأول، تمام؟ كمية رقمية، فأنا هستخدم لإيجاد معامل الارتباط الخط البسيط معامل بسموه معامل ارتباط بيرسون. إذا متى يمكن استخدام معامل ارتباط بيرسون؟ يمكن استخدمه في حال كانت الشرط الأول البيانات كمية، تمام، وأيضا المجتمع تبعها يتبع توزيعا طبيعيا، أو إذا كانت يعني المجتمع أن أكبر من أو يساوي 30. في هذه الحالة هستخدم معامل ارتباط بيرسون. ليش؟ لأنه في عندي كمان معامل ارتباط آخر اسمه سبيرمان، لكن بستخدمه في حال البيانات يعني كانت من نوع آخر، هنحكي عنه لاحقا. مرة ثانية، معامل ارتباط بيرسون، يعني أنا لما حيجيني سؤال هل أستخدم قانون معامل ارتباط بيرسون ولا سبيرمان، حتطلع والله إذا كانت البيانات كمية يعني عندي X و Y عبارة عن أرقام، وحكالي كمان أنه تتبع التوزيع الطبيعي، فعطول بدي أحط قانون معامل ارتباط بيرسون وأبدأ أحسب العلاقة. يستخدم معامل ارتباط بيرسون والذي يرمز له بالرمز R small في معرفة نوع واتجاه العلاقة بين متغيرين كميين، شرط أن يكون توزيعهما طبيعيا أو أن حجم العينة بتكون أكبر من أو تساوي 30. نفس الكلام اللي حكناه يعني من قليل. طيب ما هو قانون حساب ارتباط بيرسون أو معامل ارتباط بيرسون؟ القانون شوية كبير ولكنه يعني مع الوقت هيكون سهل. R معامل ارتباط بيرسون يساوي مجموع حاصل ضرب X في Y. يعني عندي هيكون أنا هلقد هنطرح سؤال ونبدأ نحله، المتغير X هيكون تحته مجموعة من الأرقام والY هيكون في تحته مجموعة من الأرقام، فعشان أجيب معامل ارتباط بيرسون للمتغير X ومتغير Y أو الارتباط ما بينهم، أول إشي هقول السميشن أو مجموع حاصل ضرب قيم X في Y، هضرب X في Y X في Y ناقص N هي عبارة عن عدد البيانات الموجودة عندي في السؤال سواء كانت لـ X أو Y. X bar زي ما أخذنا سابقا الوسط الحسابي لقيم X، Y bar الوسط الحسابي لقيم Y، على الجذر التربيعي لمجموع مربع قيم X. إيش يعني؟ هجيب كل قيمة من قيم X هربعها، بعدين أجيب مجموع هذا التربيع، تمام، حطرح منه N اللي هي عدد البيانات الموجودة عندي مضروبة في الوسط الحسابي لقيم X تربيع، يعني مربع عفوا الوسط الحسابي.
هذا كله هحطه تحت الجذر، مضروب فيه الجذر التربيعي. لا، الجذر الأول بشبه الثاني، لكن هنا لقيم X، هذا لقيم Y. مجموع مربع قيم Y، يعني قيم Y هربعها، تمام، كل قيمة هربعها، بعد هيك أجمع، تمام، وحطرحها من عدد بيانات Y أن في مربع الوسط الحسابي لقيم Y. طيب عشان برضو نفسر القانون أكثر ونشوف كيف هنشتغل عليه، نطرح مثال على ملف إكسل. أمامكم هو مثال موجود في الكتاب الجامعي صفحة 164. المثال يقول: الجدول التالي يمثل أوزان عينة مكونة من 8 أباء ورمز لها بالرمز X أو المتغير X، وأكبر الأبناء سنا بالرمز Y، لكل منهم مقاسا بالكيلوغرام. إذن هو بده يوجد العلاقة ما بين وزن الأب ووزن الابن الأكبر له. طيب، فراح جاب 8 أشخاص، 8 أباء، وسجل أوزانهم، وسجل كمان أوزان أكبر ابن لكل واحد من هؤلاء الأباء، تمام. فالأب الأول كان وزنه 71، وزن الابن 68، الأب الثاني 64 وزنه كيلوغرام، الابن كان وزنه 62 كيلوغرام، الأب الثالث كان وزنه 68 جرام، والابن كان وزنه 67. إلى نهاية الجدول الأب كان 58 والابن 62. فهو بطرح سؤال: هل توجد علاقة ما بين وزن الأب وأكبر الأبناء سنا؟ طالما هو عايز يشوف إذا في علاقة أو لا، فبالتالي أنا بدي أشتغل على موضوع الارتباط، لأنه الارتباط هو يقيس هل توجد علاقة، وهل هذه العلاقة طردية موجبة أو هي عكسية، وأيضا يوجد كمان قوة العلاقة. طيب، مين اللي حيساعدني في إيجاد نوع العلاقة وقوة العلاقة؟ معامل ارتباط إما بيرسون أو سبيرمان اللي حنشرحه بعد قليل. حطلع أنا في الأول على في السؤال على البيانات. إذا كانت البيانات عندي، حكينا كمية زي ما أنتم ملاحظين، هي كمية رقمية، تمام، وتتبع توزيع طبيعي، ففي هذه الحالة سأستخدم معامل ارتباط بيرسون. طيب، نكمل السؤال. هو إيش عايز؟ المطلوب الأول بده نرسم لوحة الانتشار بين متغير X ومتغير Y. طبعا أنتوا في البيت بتقدروا ترسموا اللوحة هذه لحالكم. هتحطوا خط أفقي مع خط عمودي، هنا هتكون نقطة الصفر، وحنبدأ نحط مثلا 20 20 20 40 60 80، وهنا نفس الشيء، وأبدأ أحط عند X مثلا هنا 71، كم حطلع لعند 68 وأحط نقطة عند 64 X مقابلها 62 وهكذا. أنا حرسم باستخدام الإكسل عشان أنا شغال عليه، لكن هذا غير مطلوب طبعا من الطالب. كما تلاحظون، هذه الشكل البياني أو لوحة الانتشار الخاصة في هذه البيانات. إذا ملاحظين هاي النقاط، لو بدي أوصل خط ما بينها، يعني في بعض النقاط أو عدد كبير من هذه النقاط حتكون قريبة من الخط وفي إشي عليها، بس في منها بعيد جزء قليل. فقبل حتى ما أحل معامل ارتباط بيرسون، من الظاهر أنه توجد علاقة مش تامة، لأنه إذا النقاط كانت كلها مصفوفة على نفس الخط، يعني حوصل ما بينها بخط وحتكون كلها على نفس الخط، حكون تامة، وحيكون معامل الارتباط عندها بيساوي الموجب واحد، تمام. طبعا ليش بقول موجب واحد مش سالب واحد؟ لأنه إذا شايفين الخط جاي ورايح على اليمين، تمام، لو كان الخط جاي هيك العكس بقول انه علاقة عكسية. لكن هنا النقاط في منها الى حد ما حيق على نفس الخط وفي اشي بعيد جزء بسيط، فيعني كما هو واضح توجد علاقة طردية الى حد ما قوية ليست تامة. طيب، عشان برضو يعني اثبت هذا الكلام من خلال معامل ارتباط بيرسون، حبدأ اشتغل على القانون. معامل ارتباط بيرسون هيو،
حشتغل جزء جزء، حشتغل على البسط بعدين على المقام، حشوف مين في عندي بقدر افتح له عمود واللي ما مش محتاج الى عمود فبالتالي انا يعني بسيبه وبطبقه على القانون مرة ثانية. نبدأ جزء جزء، البسط ببدأ بسميشن او مجموع حاصل ضرب اكس في واي. حكينا ايش يعني هذه؟ هذه عبارة عن انه اضرب كل قيمة من قيم اكس مع ما تقابلها من قيم واي، تمام، وبعد هيك اجمع كل القيم. طيب نشتغل على اكسل. هنا يعني حضرب قيمة 71 فيما يقابلها من واي 68 واجيب القيمة تبعتها، حضرب 64 في 62 واجيب الناتج، 68 في 67 واجيب الناتج، 75 في 71 الى اخر قيمة. نبدأ نشتغل، حنقول اول اشي هذه هي حفتح عمود جديد حاصل ضرب اكس قيم اكس في قيم واي، 71 في 68 حتساوي 4828، هي حاصل ضرب 64 في 62 تساوي 64 في 62 وتساوي 3968. القيمة الثالثة هي حاصل ضرب قيمة x 68 في قيمة y 67 وتساوي 4556، وحكمل لآخر الجدول. طيب بعد هيك نرجع، هو حكالي انه مجموع حاصل ضرب قيم x في y، فبالتالي ضايل علي بس هذا العمود انه اجمع القيم تبعته. ايش يعني؟ حقول 4828 زائد 3968 زائد 4556 زائد 5325 زائد 5913 زائد 3660 زائد 5037 زائد 3596، فبالتالي حجمع كل القيم الموجودة في هذا العمود، هيطلع عندي 36883. طيب نكمل على القانون، حكى لي ناقص ان هي عبارة عن قيم البيانات الموجودة عندي، كم قيمة موجودة عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، وقيم واي لازم تكون نفسها، فبالتالي ان هي عبارة عن عدد البيانات الموجودة عندي وتساوي 8. هل محتاج انه افتح لها عمود؟ لا. طيب x بار الوسط الحسابي لقيم x و y بار الوسط الحسابي لقيم y، هذه محتاجة انه احسبها، بحسبها هيك على جنب الجدول، الوسط الحسابي لقيم x وقيم y. طيب انا معطيني 8 بيانات هان، تمام، والبيانات معلومة. طيب بده الوسط الحسابي، سهلة، معطيني 8 ارقام وبده الوسط الحسابي، حقول الوسط الحسابي يساوي مجموعهم على 8. اذا الوسط الحسابي حيساوي مجموع كل القيم الموجودة في عمود X، يعني 71 زائد 64 زائد 68 زائد 75 زائد 81 زائد 60 زائد 73 زائد 58 على عددهم اللي هو 8. الوسط الحساب لقيم X حيتساوي 68.75%. طيب نفس العملية لقيم Y، معطيني 8 قيم وبده الوسط الحسابي، حول له اجمع كل القيم الموجودة في عمود واي واقسمهم على عددهم اللي هو 8. اذا الوسط الحساب لقيم واي حساوي 66.625 من 1000. طيب نكمل القانون على الجذر التربيعي لمجموع مربع قيم اكس. سيبونا من الجذر هالقد، بنرجع له مره ثانيه، لكن بدي اشوف ايش في حاجات بحتاج انه افتح لها اعمده واشتغلها. مجموع مربع قيم x يعني كل قيمة من قيم x بدك تربعها وبعد هيك تجمع كل القيم. فالخطوة الثانية بعد ما عملت حاصل ضرب x في y وجمعتهم، بدنا نفتح عمود جديد ونجيب مربع قيم x. يعني حقول x 71 قديش مربعها؟ 5041. القيمة الثانية من قيم x 64، تربيع 4096. اللي بعدها 68، تربيع حتساوي 4624، وحضل هيك أربع كل قيم X لآخر العمود. بعد هيك بدي أجيب مجموع التربيع هذا كله، فحجمع كل عمود مربع قيم X، يعني هقول 5041 زائد 4096 زائد 4624 إلى آخر العمود الموجود عندي، حيطلع عندي 3800 و240. نرجع للقانون، هذا الجذر مضروب في الجذر التربيعي الثاني، مجموع مربع قيم واي،
زي ما هان عملنا لقيم X بدنا نعمل لقيم Y، فكل قيمة من قيم Y بدي أعملها تربيع. فالعمود الثالث اللي حفتحه لما أشتغل بيرسون بدي أربع كل قيمة من قيم Y، يعني حقول 68 تربيع 4624، بعدين 62 تربيع بتساوي 3844 إلى آخر العمود، كل قيمة من قيم Y بدي أربعها. تمام، بعد هيك قال لي جيبي مجموع مربع القيم فحجمع كل العمود اللي فيه مربع قيم Y، يعني بدي أجمع 4624 زائد 3844 زائد 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 عشان يصل للمجموع اللي حيساوي 35653. تمام، إذا الخطوة الأولى عشان نشتغل بيرسون نفتح عمود نضرب X في Y ونجمع، العمود الثاني نربع كل قيمة من قيم X ونجمع، الخطوة الثالثة نربع كل قيمة من قيم Y ونجمع، ونجيب على جنب الوسط الحسابي ل X والوسط الحسابي في Y. كيف بنجيب الوسط الحسابي؟ بنجمع كل قيمة من قيم X وبنقسمهم على عددهم اللي هو 8، وY نفس الشيء بجمع كل قيمة من قيم Y بقسمها على عددها اللي هو 8. هلقيت، حرجع للقانون الرموز أحط الأرقام اللي أنا حصلتها، بدل مجموع هنا X في Y هاخد الرقم اللي أنا جبته، هاي ضربت X في Y وجبت المجموع، قديش المجموع؟ 36883، فبالتالي هان هحط الرقم. تمام، ناقص أن احنا حكينا 8 في مضروبة في الوسط الحسابي لقيم X جبناها اللي هي 68.75، تمام، مضروبة في الوسط الحسابي لقيم Y طلعت معايا 66.625، يعني هيك البسط صار 36883 ناقص 8 في الوسط الحسابي ل Y في الوسط الحسابي ل X على الجذر التربيعي لا مجموع مربع قيم X. طيب أنا جبت مجموع هي مربع قيم X المجموع تبعها 38240، فبالتالي هنا هحط الرقم ناقص الآن 8 X بار أنا جبتها الوسط الحسابي لقيم X، بس ضايل علي بدي أربعها، يعني حقول 68.75 الكل تربيع. فنترجم للأرقام، هيها 38240 ناقص 8 مضروبة في 68.75 الكل تربيع. هذا الجذر مضروب في جذر ثاني، الجذر الثاني أول إشي في مجموع مربع قيم Y، جبنا إحنا هي ربعنا قيم Y مجموعها كلها 35653، فبالتالي بدل مجموع مربع قيم Y ححط الرقم ناقص أن 8 مضروب في الوسط الحسابي ل Y ولكن بدي مربع، الوسط الحسابي لقيم Y 66.625 الكل تربيع. طيب نشوف ترجمة الكلام، هيها هي الجذر الثاني 35653 ناقص 8 مضروب في 66.625 الكل تربيع. هبدأ ألقيت ببساطة بس أبسط وأشتغل شوي شوي. طيب حنزل البسط 36883 ناقص، حضرب هلقيت 8 على الآلة الحاسبة ضرب 66.625 ضرب 68.75 حيطلع عندي الإجابة لكل هذا القوس بيساوي 36643.75. على الجذر التربيعي حفتح حنزل الرقم الأول زي ما هو 38240 ناقص، هلقيت أول إشي نربع 68.75 بعد ما نجيب التربيع نضرب في 8 حيطلع عندي 37812.5. تمام، هذا مضروب في جذر آخر، حننزل الرقم الأول 35653 ناقص، نربع في الأول 66.625 بعد ما نجيب المربع نضرب في 8 حيطلع عندي 35511.125. هلقد نبدأ نبسط شوي شوي، هلقد حطرح هذا الرقم من هذا الرقم، هذا من هذا تحت الجذر وهذا من هذا تحت الجذر. تمام، فطلع عندي 339.25 اللي هي عبارة عن 36883 ناقص 36643.75، طلع عندي الناتج 239.25. على الجذر التربيعي لما طرحت الرقم هذا اللي هو 38240 ناقص 37812.5 طلع عندي
427.5 تحت الجذر مضروب في جذر آخر 141.875 أجت من ناتج طرح 35653 ناقص 35511.125. طيب هل قد حنزل البسط زي ما هو 239.25 على الآلة الحاسبة أجيب الجذر التربيعي ل 427.5 بطلع عندي 20.7 والجذر التربيعي ل 121 بطلع عندي 11.9 ضرب، وهنا الإشارة اللي بينهم ضرب. فبعدها حول 239 على أضرب ال 20.7 في 11.9 طلع عندي 246.65، أقسم الرقمين على بعض طلع عندي R بيساوي 971. أول إشي بدي أطلع هل القيمة اللي طلعت معايا بالموجب ولا بالسالب. إذا بالموجب إذا العلاقة طردية، إذا بالسالب فالعلاقة عكسية. أنا طلع عندي قيمة الرقم بالموجب. طيب يا ترى هي ضعيفة ولا متوسطة ولا قوية؟ نرجع نذكركم بالقاعدة. طبعا أنا حفتح على الموجب، إذا كانت R بين الصفر أكبر من الصفر وأقل من النص ضعيفة، وإذا كانت أكبر من النص وأقل من 75% متوسطة، وإذا كانت أكبر من 75% وأقل من الواحد تعتبر قوية. طيب 97% اللي طلعت معايا ضمن أي واحدة هتتصنف؟ أكيد هي أكبر من 75 لأنها هي 97، أكبر من 75 وأقل من الواحد الصحيح. فبالتالي R هنا حول العلاقة طردية وأيضا تصنف بأنها قوية. وإذا ملاحظين هي ليست تامة، لأنه التامة يفترض أنه معامل ارتباط R يساوي الواحد الصحيح، لكن أنا عندي العلاقة طلعت قوي. مبألف إحنا جبنا رسمنا لوحة الانتشار، من اللوحة كانت ظاهرة زي ما شفنا أنه النقاط يعني كانت لو رسمنا خط في منها كتير حيكون على الخط، بس في منهم شوية بعيد، فبالتالي كانت ظاهرة من الأول قبل ما أشتغل حتى معامل ارتباط بيرسون أنه العلاقة إلى حد ما قوية. تمام، ولأنه الخط طلع عندي رايح لليمين مش لليسار، فيعني يفترض أنه العلاقة كمان تبين أنها طردية. تمام، بعد هيك طلب مني معامل ارتباط الخط البسيط. طبعا أنا قدامي معاملين بيرسون أو سبيرمان، إحنا لسه سبيرمان ما حكنا فيه، ولكن في الأسئلة الجاية حصير تتخربط يا ترى أستخدم في هذا السؤال بيرسون ولا سبيرمان. بيرسون هستخدمه فقط وبشروط إذا كانت عندي المتغيرات كمية يعني أرقام، وإذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي. فأنا الأرقام كانت البيانات عندي عبارة كلها أرقام، فبالتالي هي كمية، فاستخدمت معامل ارتباط بيرسون. ثم بين درجة الارتباط ونوعه. درجة الارتباط كانت عندي قوية، تمام، أما نوع الارتباط فكان طردي. تمام، كيف بعرف أنه طردي أو عكسي؟ حكينا من خلال الإشارة، إذا كانت موجبة طردية، إذا كانت سالب عكسية. أما درجتها يا أما بتكون قوية أو متوسطة أو ضعيفة. تمام، هل جيت حنشوف طيب متى أستخدم أنا معامل ارتباط سبيرمان. الارتباطات بين المتغيرات الترتيبية، يعني بقول لي إذا كانت ما عندك متغيرات ترتيبية فيها نوع من الترتيب فهيك بدك تستخدم، ما بنفع تستخدم معامل ارتباط بيرسون، حتستخدم معامل ارتباط اسمه سبيرمان. ايش يعني البيانات الترتيبية؟ اخذناها في الفصل الاول، يعني فيها نوع من الترتيب، زي لما بنقول تقديرات الطالب في المادة بتتبع للترتيب، لانه بنقول ممتاز، بعد هيك جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ثم راسب. او مثلا ممكن نحكي المؤهل العلمي، في عندي دكتوراه، بعد هيك الماجستير، بعد هيك بتيجي البكالوريوس، أقل منها الدبلوم، وشهادة الثانوي، وهكذا. فهذه البيانات اللي فيه إلها نوع من الترتيب، تمام، بستخدم معامل ارتباط بيرسون عشان أوجد العلاقة ما بين المتغيرين. طيب هل يعني معامل ارتباط سبيرمان حيجيب لي شغلات مختلفة عن بيرسون؟ لا، نفس الشيء، حيجيب لي نوع العلاقة وقوة العلاقة أو درجة العلاقة. يستخدم معامل ارتباط سبيرمان لمعرفة نوع العلاقة، يعني هل هي طردية أو عكسية، تمام، واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين، شرط أنهم يكونوا ترتيبيين أو كميين بشرط أن توزيعهما ليس طبيعيا. تمام، طيب احنا اللي عند الهان اتفقنا انه يفترض انه يكون المتغيرين
ترتيبيين. طيب، أو بقول لي ممكن يكونوا كمان كميين، ولكن بشرط أنه توزيعهم لا يتبع التوزيع الطبيعي. نذكركم هان كان في بيرسون لازم تكون المتغيرات كمية، تمام، وتتبع توزيع طبيعي. طب حتسألني، طب لو كانت البيانات كمية ولا تتبع توزيع طبيعي؟ طبعا هذا حيجيب لي إياها في السؤال. إذا كانت المتغيرات كمية ولا تتبع توزيع طبيعي، فيستخدم المتغير الترتيبي. إذا مرة ثانية، عفوا، يستخدم معامل ارتباط سبيرمان. إذا معامل ارتباط سبيرمان هستخدمه إذا كانت أول إشي المتغيرات الموجودة عندي فيها نوع من الترتيب زي التقديرات، أو إذا كانت المتغيرات كمية ولكنها لا تتبع توزيع طبيعي. وأنا حبين لك في السؤال إذا كانت تتبع توزيع طبيعي أو لا تتبع. والله إذا بتتبع توزيع طبيعي هستخدم بيرسون، إذا لا تتبع توزيع طبيعي فهستخدم سبيرمان. حتى أنه أحيانا يسمى أو يطلق على معامل ارتباط سبيرمان اللي هو المعامل الرتبي، لأنه دائما بيرتبط بالمتغيرات الترتيبية. مثال عليها زي تقديرات الطلبة في مساق الرياضيات والإحصاء. يعني أنا لو قال لي يا ترى تقدير الطالب في مساق الإحصاء ولما حياخد الرياضيات، هل توجد علاقة ما بينهم؟ في حد حيقول لي آه يفترض، يعني لأنه اللي شاطر في الإحصاء والحسابات يفترض أنه يكون كمان شاطر في الرياضيات، يعني منطقيا العلاقة فيه توجد علاقة طردية. لكن هل أستخدم لإيجاد القيمة بالضبط والقوة معامل ارتباط بيرسون ولا سبيرمان؟ حطلع والله إذا معطيني درجات، يعني البيانات كمية، إذا كانت تتبع توزيع طبيعي، تمام، وضحت لي في السؤال انه هي كميه وتتبع توزيع طبيعي، هستخدم بيرسون. ولكن اذا قلت لي كميه ولا تتبع توزيع طبيعي، فهستخدم مين؟ سبيرمان. اما اذا جبت لي التقديرات كاسماء، يعني جبت لي ممتاز، جيد جدا، جيد، وهكذا، فانا هستخدم معامل ارتباط سبيرمان. هل قد حتوضح اكثر في السؤال؟ طيب، كيف انا اجيب معامل ارتباط سبيرمان؟ ايش هي الخطوات وايش هو القانون؟ الخطوه الاولى بقول لي نعين الرتب لقيم المتغيرات، وذلك من خلال أول إشي، أول خطوة، بدنا نرتب قيم المتغير إكس تصاعديا أو تنازليا. هنشتغل يا إما تصاعدي أو تنازلي، تمام. لكن إذا اشتغلت إكس رتبته تصاعدي، واي كمان رتبه تصاعدي. إذا اشتغلت إكس تنازلي، رتب كمان واي تنازلي. ما بنفع يعني نغير الترتيب. هاي الخطوة الأولى. طب حد هيسألني، طب أنا لو رتبت تصاعدي هيختلف الإجابة لو رتبت تنازلي؟ لا، هتطلع عندك قيمة معامل ارتباط سبيرمان نفس الشيء. طيب، بعد ما ترتب تصاعدي أو تنازلي، نأخذ أصغر قيمة، تمام، ونعطيها الرقم 1. طبعا هذا في حال كنت برتب تصاعديا. ليش؟ لأنه التصاعدي هو من الأصغر للأكبر، فأصغر قيمة حاطيها رقم 1، اللي بعدها رقم 2، اللي بعدها رقم 3، وأكبر قيمة حاطيها آخر رقم. لكن إذا كنت بترتب تنازلي، أكبر قيمة بعطيها رقم 1، ثم أكبر قيمة تليها رقم 2، وهكذا، تمام. 3، إذا وجدت قيمتان أو أكثر متساويتان، يعني لقيت تقديرين، أول إشي في عندي ممتاز، بعدين في عندي جيد جيد، جيد جدا، جيد جدا، تنتين، أعطيهم التنتين نفس الرتبة ولا رتب مختلفة؟ بقول لي فكل منهما تأخذ رتبة واحدة، تمام، ما بنفع أعطي كل واحدة رتبة مختلفة. طيب، كيف هحسبها الرتبة تبعتهم؟ بقول لي من خلال الوسط الحسابي لرتبهم. هل قد حتوضح أكثر في المثال؟ الخطوة الرابعة، تعطى باقي القيم بعد ذلك الرتبة الخاصة. نفس الخطوات السابقة لواي، يعني حرتب في الأول إذا كنت ماشي تصاعدي، حاط القيمة الأصغر رقم 1، وبعد هيك 2 3 4، أو إذا كنت ماشي تنازلي حاط أكبر قيمة 1 واللي بعدها 2 3 4، تمام. وإذا كانت في عندي قيمتين يعني لهم نفس الدرجة، فبالتالي حاطيهم نفس الرتبة من خلال الوسط الحسابي لقيم رتبهم، وأكمل، تمام. 6، بدنا نجيب الفرق بين الرتب، يعني رتبة X ناقص رتبة Y، رتبة X ناقص رتبة Y اللي احنا بنسميها بالدي difference، تمام. الخطوة 7، نربع الدي، انت جبت قيم دي ربعهم.
تمام. بعد هيك نحسب معامل الارتباط من خلال المعادلة اللي بتقول إنه معامل الارتباط سبيرمان، طبعا هنا يرمز إلها بالرمز R S small تحت عشان نفرق ما بينها وما بين بيرسون، هتساوي 1 ناقص 6 مضروبة في مجموع مربع قيم دي اللي هي الفرق ما بين الرتب على N عدد البيانات اللي عندي في N تربيع ناقص 1. طيب عشان توضح الفكرة أكثر خلينا ناخد يعني مثال موجود في الكتاب، مثال رقم 2 صفحة 169. معطيني المثال يعني 10 طلاب سجل لهم درجات في مساقين، مساق الرياضيات وفي مساق الإحصاء، وبقول لي هل توجد علاقة ما بين أنه الطالب درجته في الرياضيات درجته في الإحصاء، يعني في ارتباط في علاقة؟ طيب أول إشي هطلع في السؤال، لو كان معطيني هنا أرقام يعني درجات 90 75 73 فهقول هذه البيانات كمية، وإذا قال لي وكمل لي أنه هذه البيانات تتبع توزيع طبيعي فكنت هشتغل عمين على بيرسون. طيب لكن إذا كانت برضو كان معطيني أرقام يعني درجات 75 60 30 45 90 وهكذا وقال لي إنها لا تتبع توزيع طبيعي كنت هشتغل على مين؟ معامل ارتباط سبيرمان. طيب اللي ظاهر عندي إنه معطيني البيانات ولكن على شكل تمام أيوة ترتيبي الدرجات أو التقديرات بشكل بصيغة لفظية مش رقمية، فبالتالي البيانات هنا عندي بيانات غير كمية. طيب هل هي ترتيبية؟ ترتيبية لأنه التقدير بيجي بترتيب ممتاز، بعد هيك جيد جدا، جيد، مقبول وإلى آخره. فكما هو واضح أنه البيانات اللي موجودة عندي غير كمية وأيضا ترتيبية، فبالتالي أنا هستخدم معامل ارتباط سبيرمان في إيجاد العلاقة ما بينهما. تمام. طيب هيك أنا عرفت أي قانون أو أي معامل بدي أستخدم لإيجاد العلاقة. الخطوة الثانية حبدأ هلقيت أشوف ما هي خطوات حساب معامل ارتباط سبيرمان. يلي الخطوة الأولى بدك ترتب قيم متغير X تصاعديا أو تنازليا. تمام. هاي متغير X رياضيات وهي متغير Y. تمام. هلقيت حبدأ أرتب تصاعديا أو تنازليا. هي قيم X وعندي كمان قيم Y. طيب أنا حبدأ أشتغل أرتب تنازليا، إذا رتبت X تنازليا Y كمان بدي أرتبها تنازليا. طيب كيف الترتيب؟ تنازلي معناته أكبر تقدير هياخد، لأنه تنازل من الكبير للصغير، أكبر تقدير هياخد رقم 1، اللي بعده 2، اللي بعده 3، اللي بعده 4 وهكذا. إذا ماشي تصاعديا أصغر، لأنه من الصغير للكبير أصغر تقدير بيقرأ 1، اللي بعده 2 3 وهكذا. طيب أنا هشتغل تنازلي، أنا حطيت هنا صورة مرة ثانية للجدول عشان أكتب بس الترتيبات. ممتاز هياخد رقم 1، حطيت عنده رقم 1. طيب إيش بيجي بعده؟ الجيد جدا، بس بدي أنتبه في غير هذا ممتاز، إذا في غيره بدي أحط له رقم 2 قبل الجيد جدا. تمام. طيب اللي بعده جيد جدا هياخد رقم 3، في غيرها جيد جدا؟ لا، هروح هلقيت على مين؟ على اللي بعدها الجيد، الجيد هياخد 4، في جيد غيره 5، هي جيد غيره 6، وقفت عند 6 هلقيت مين هياخد رقم 7 اللي بعد الترتيب 7 اللي بعد الجيد المقبول 7، هي مقبول 7، في غيره مقبول هنا في 8. تمام. اللي بعده الضعيف 9 وهي كمان ضعيف 10، فهيك عشان اتاكد انا عندي 10 بيانات وطلع عندي الترتيب لعند 10. تقديرات الإحصاء واي نفس الشيء، هعطي الممتاز رقم 1، في ممتاز غيره هي 2، بعد هيك بيجي بعد الممتاز الجيد جدا 3، في جيد جدا غيره 4، في جيد جدا كمان غيره هي 5. تمام. بعد الجيد جدا بيجي عندي الجيد هي 6. تمام. في غيره جيد؟ لا. بعد الجيد بيجي المقبول هي 7 مقبول، في غيره كمان مقبول هي 8، بعد هيك الضعيف هي 9 وهنا 10. تمام. هذه الخطوة الأولى، عملت فقط عملية ترتيب لمتغيرات X ومتغيرات Y. طيب هلقيت حبدأ أحط الرتب. طيب الرتب كل رقم حطيته هان بحطه ببال رتبته، يعني الجيد هياخد رتبته مقبول وهكذا، بدأ أبدأ من عند الممتاز، بعد هيك الجيد جدا، الجيد وهكذا، لأنه ماشي تنازلي. طيب الممتاز هنا عنده رقم 1،
تمام، يعني إقبال هذا الممتاز الأول في إكس عنده كان رقم واحد، والممتاز اللي هان رقم اثنين. طيب بنفع اثنين جايبين نفس الممتاز وأنا معطيهم رتبتين مختلفتين؟ لا يجوز. يفترض إنه نفس الرتبة لأنهم جايبين نفس التقدير. طيب أحط لهم الاثنين واحد ولا أحط لهم الاثنين اثنين؟ بقول لي لا، خذ اللي في النص، لا واحد ولا اثنين، نص. يعني حقول الوسط الحسابي للرتبتين، رتبة الممتاز الأول واحد ورتبة الممتاز الثاني اثنين، واحد زائد اثنين على اثنين. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، أنا عندي ممتازين، فواحد زائد اثنين على اثنين حيساوي ثلاثة على اثنين وتساوي واحد ونص. يعني الممتاز الأول هياخد واحد ونص والممتاز الثاني هياخد واحد ونص، لأنه مرة ثانية غير منطقي إنه اثنين جايبين نفس الامتياز وأعطيهم رتب مختلفة. تمام؟ بعد الممتاز الجيد جدا، هي في عندي هنا جيد جدا، في غيره لا، فبالتالي هياخد نفس الترتيب اللي عنده. الجيد جدا ثلاثة، فبالتالي هحط عنده ثلاثة. طيب بعد الجيد جدا في الترتيب بيجي الجيد. طيب كم جيد عندي؟ هي جيد هنا أربعة، وهذا الجيد خمسة، وهذا الجيد ستة. طيب في عندي ثلاثة جيد، بقدرش أعطيهم الثلاثة أربعة ولا الثلاثة خمسة ولا الثلاثة ستة. هاي عندي تكرر جيد وجيد وجيد، كل واحد له رتبة، يفترض انه يكونوا الثلاثة لهم نفس الرتبة وهذا منطقي. تمام؟ طيب اعطيهم كلهم اربعة ولا كلهم خمسة ولا كلهم ستة؟ بقولي لا، خذ الوسط الحسابي للثلاث قيم. ايش يعني؟ انا عندي هنا اربعة وهنا خمسة وهنا ستة، فحقول اربعة زائد خمسة زائد ستة 15، على مش على اثنين. ليش؟ لانه كم عدد البيانات عندي؟ هي واحدة تنتين ثلاثة، على ثلاثة. الوسط الحسابي لثلاث قيم مجموع القيم الثلاثة على ثلاثة، اربعة زائد خمسة زائد ستة 15 على ثلاثة تساوي خمسة. فالجيد الاولى هتاخد خمسة، والجيد الثاني هتاخد خمسة، والجيد الثالث هتاخد خمسة. تمام؟ طيب بعد هيك، بعد الجيد مين بيجي؟ بيجي عندي المقبول. كم مقبول عندي؟ هنا في عندي مقبول سبعة وهنا كمان مقبول ثمانية. تمام؟ مرة ثانية الاثنين جايبين مقبول، بنفعش أحط لواحد سبعة ولا واحد ثمانية، ولا بنفع أحط للاثنين سبعة ولا الاثنين ثمانية. يعني هاخد اللي في النص، فحقول إنه الوسط الحسابي للرتبتين، الرتبة الأولى سبعة زائد ثمانية، وكم مقبول عندي؟ تنتين، فحقول سبعة زائد ثمانية على اثنين، سبعة زائد ثمانية 15 على اثنين تساوي سبعة ونص. فالمقبول الأولى هنا سبعة ونص، تمام، والمقبول الثانية هذه هتاخد كمان رتبتها سبعة ونص. تمام؟ ضايل عندي مين؟ الضعيف. الضعيف كمان كانت عندي تنتين، تسعة وعشرة، ما بنفع أكتب هنا تسعة وهنا عشرة، ولا بكتب في التنتين تسعة ولا في التنتين عشرة. ها إيش أعمل؟ بقول لي خذي الوسط الحسابي لرتبتيهما، اجمعيهم واقسميهم على عددهم. كم واحدة عندي؟ تنتين، تسعة زائد عشرة 19 على اثنين هتساوي تسعة ونص. تسعة ونص زي ما اشتغلت ل X هشتغل كمان ل Y. رتبت أنا هان واي وحبدأ أشتغل. حبدأ من عند مين؟ من عند الممتاز. الممتاز هنا رقم واحد، في غير ممتاز؟ لا، فبالتالي هياخد زي ما هي مكتوبة قبالها رقم واحد. عفوا، في هنا كمان عندي ممتاز، تمام، فما بنفع أكتب هنا واحد وعلى الثانية اثنين. طيب إيش هعمل؟ هقول الأولى رتبتها واحد والثانية رتبتها اثنين، فأخذ الوسط الحسابي لهما، واحد زائد اثنين وهما تنتين على اثنين، ثلاثة على اثنين بتساوي واحد ونص، وهذه كمان الممتازة الثانية واحد ونص. تمام؟ بعد الممتاز بيجي عندي جيد جدا. في عندي جيد جدا هان ثلاثة، جيد جدا هان ما أخذ الرتبة أربعة، وهان كمان جيد جدا الرتبة خمسة. تمام؟ فبالتالي بنفع أكتب يعني إقبال الجيد جدا هذه ثلاثة، وإقبال الجيد جدا هذه أربعة، وإقبال هذه خمسة. لا. طيب إيش أعمل؟ بقول لي خذ الوسط الحسابي للرتب، ثلاثة زائد أربعة سبعة زائد خمسة 12 على عددهم. كم واحدة هم؟ واحدة تنتين ثلاثة، 12 على ثلاثة تساوي أربعة. فحكتب قبل الجيد جدا كل واحدة عندها جيد جدا حعط لها أربعة أربعة أربعة، وهذا منطقي لأنه ثلاثة جايبين جيد جدا، فبالتالي الرتبة لا يفترض أنها تكون نفس الرتبة. بعد الجيد جدا بيجي عندي الجيد. طيب كم واحدة جيد عندي؟ هنا عندي جيد ستة، في غيرها؟ لا، فحعودها زي ما هي، إقبال الجيد هذه هحط هنا رتبتها ستة. تمام؟ هذه رتب واي وهذه رتب اكس. تمام؟ بعد الجيد بيجي عندي المقبول. طيب
عندي هنا مقبول 7 وهنا كمان مقبول 8. مرة ثانية مش هحط لا 7 ولا 8، ولا بنفع أحط قبال المقبول هذه 7 وقبال هذه 8، لازم التنتين يكونوا نفس الشيء. فحقول مجموع الرتبتين 7 زائد 8 على عددهم هم تنتين، يعني 15. 7 زائد 8 15 على 2 حساوي 7.5 للمقبول الأولى، وللثانية كمان 7.5. تمام، بضل عندي الضعيف. الضعيف في عندي تنتين، الضعيف الأولى 9 والضعيف الثانية 10. تمام، فبالتالي هاخد الوسط الحسابي لهما 9 زائد 10 على 2 بتساوي 9.5 و9.5. هيك أنا اشتغلت الرتب لكل من إكس وواي. طيب هنشيل بس هذه ونبدأ نكمل الحل. تمام، فانتوا هذا الشغل اللي انا عملته بخط صغير هنحطه هان، بعد هيك بنرتب وبننقل على الرتب. طيب العمود اللي بعده، بعد ما جبنا رتبة اكس ورتب واي، بدنا نجيب الدي. الدي هي عبارة عن الفرق بين رتبة اكس ورتبة واي، يعني هنقول هنا تساوي 5 ناقص 9.5 هتساوي -4.5. اللي بعدها الفرق ما بين رتبة X ورتبة Y، يعني 7.5 ناقص 4 وتساوي 3.5. اللي بعدها الفرق ما بين رتبة X ورتبة Y تساوي 1.5 ناقص 1.5 هتساوي 0. اللي بعدها 3 ناقص 6. اللي بعدها 7.5 ناقص 1.5 بتساوي 6. اللي بعدها 5 ناقص 4 وتساوي 1. اللي بعدها 5 ناقص 7.5 وتساوي -2.5. اللي بعدها 9.5 ناقص 9.5 وتساوي 0. اللي بعدها 9.5 ناقص 7.5 وتساوي 2. اللي بعدها 1.5 ناقص 4 وتساوي -2.5. تمام، طيب الخطوة اللي بعدها بقول لي ربعي كل قيمة موجودة في الدي. الدي مرة ثانية هي عبارة عن فرق بين رتبة X ناقص رتبة Y. نربع كل قيمة من القيمة الموجودة هان، يعني هنقول -4.5 تربيع هتساوي 20.25%. اللي بعدها 3.5 تربيع هتساوي 12.45%. اللي بعدها 0 تربيع طبعا هتساوي 0. 0 تربيع هتساوي 0. اللي بعدها -3 تربيع هتساوي 9. اللي بعدها 6 تربيع هتساوي 36. اللي بعدها 1 تربيع هيساوي 1. اللي بعدها -2.5 تربيع هتساوي 6.25%. اللي بعدها 0 تربيع هتساوي 0. اللي بعدها 2 تربيع. تمام، إذا ربعنا آخر قيمة -2.5 تربيع هتساوي 6.25. هيك بكون أنا يعني خلصت الخطوات. إذا الخطوة الأولى بنرتب هنا بخط بقلم صغير، بعد هيك بننقل على رتب X وبنعمل رتب Y، بعدين بنطرح رتبة X ناقص Y بنحطها في عمود بنسميه بالD difference. بعد هيك بنربع كل قيمة من قيم الاختلافات اللي هي D. طيب بعد هيك يفترض انه يعني هذه بس خلينا نقول ملاحظة او يعني خطوة عشان اتأكد يعني الى حد ما حل صح قبل ما اكمل. لو جمعت كل العمود قيم دي لازم يساوي الصفر، يعني -4.5 زائد 3.5 زائد 0 زائد -3 زائد 6 زائد 1 زائد -2.5 زائد 0 زائد 2. يعني خطوة أكيد لما نشتغل اسبيرمن لازم يكون مجموع عمود الدي اللي هو الفرق ما بين رتب X وY لازم يساوي الصفر عشان تكون يعني حلي صح. أما بالنسبة لمجموع مربع قيم الدي لا، بتكون أكبر من الواحد الصحيح أو أكبر من الصفر بشكل عام. تمام، طيب نشوف ايش ضايل علينا من الخطوات. احنا اشتغلنا كل الخطوات السابقة وعملنا الدي والدي تربيع، هلق ضايل علي اخر خطوة. بقول اشتغلي على هذا القانون. القانون بقول انه معامل ارتباط سبيرمان ار اس تساوي 1 ناقص 6 مضروبة في مجموع مربع قيم دي. طيب هل احنا جبنا قيم دي؟ جبناها. طيب
بعدين قال لي مجموع المربع ايش يعني بدي اعمل، يعني بدي اجمع كل العمود اللي هو الدي تربيع، كل القيم الموجودة فيه. طيب مجموعها قديش طلع عندي؟ 95. من وين اجت؟ 20 و25% زائد 12 و25% زائد 0 زائد 9 زائد 36 زائد 1 زائد 26 6 بوينت 25 زائد 0 زائد 4 زائد 6.25 طلع عندي 25. ليش عملتها؟ لانه هيك القانون بيقول، 6 اضربوها في مجموع مربع قيم دي على ان هي عبارة عن عدد البيانات المعطاة عندي في السؤال. هو كم درجة أعطاني؟ نعدهم 2 4 6 8 10 وهنا كمان 10، فبالتالي أن تساوي 10 في أن، يعني اللي هي العشرة نربعها 10 تربيع بتساوي 100 ناقص الواحد، تمام؟ فهاجي هان أقول 1 ناقص الستة مضروبة في مجموع مربع دي جبناها 95، فححطها هنا في 95 على ان اللي هي عبارة عن 10 مضروبة في ان تربيع 10 تربيع 100 ناقص الواحد، يعني هتقول 1 ناقص 6 95 على 10 في 100 ناقص 1 99 على 990. طيب اول اشي خلينا نشتغل، نضرب 95 في 6 بعدين بنقسمهم على 990، تمام؟ بطلع عندي قيمة، بعدين بقول 1 ناقص القيمة اللي طلعت عندي بطلع عندي ار يساوي 42%. طيب اول اشي عشان اقول ايش هي العلاقة، اول اشي نوع العلاقة، هل هي طردية ام عكسية؟ طالما طلع عندي بالموجب اذا العلاقة طردية. طيب درجة العلاقة او قوة العلاقة، يا ترى العلاقة قوية او متوسطة او ضعيفة؟ هرجع على التصنيف، قال لي اذا ار اكبر من الصفر واقل من النص من 5 من 10 تعتبر ضعيفة، وإذا أكبر من النص وأقل من الأكبر أو تساوي النص وأقل من 75% متوسطة، وأكبر من أو تساوي 75 وأقل من الواحد الصحيح بتساوي ضعيف قوية عفوا. طيب ال 42 ضمن أي واحدة بتتصنف؟ ال 42 أقل من النص صح، لأنها 4 من 10، تمام؟ والأربعة من عشرة أقل من النص، فبالتالي هي تعتبر ضعيفة، إذا يقال أن العلاقة هنا طردية، تمام؟ لأن القيمة عندي طلعت موجبة وقوتها أنها ضعيفة. طبعا هو في الكتاب يعني مخربط، هو كاتب يدل على وجود ارتباط خطي طردي متوسط، لا هي ضعيفة حسب التصنيف اللي أعطانا إياه. بهيك بنكون يعني خلصنا الجزء الأول أو الشق الأول. إن شاء الله المحاضرات الجاية بناخد كمان تمرين على معامل ارتباط بيرسون وسبيرمان، ثم ننتقل إلى الانحدار. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.